حسب الملوك عادل وزير الدكتور خليفة فاروق وزير التموين والتجارة الأهلية اللي كفر دبه معالي الدكتور محمد جمال الدين محافظ بني سويف أهلا بكم دكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المهندس علاء شوقي رئيس مجلس إدارة شركة الشيعة يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية على مجهوداته الملموسة في التوسع في إقامة المناطق التجارية وفتح أسواق جديدة لتعزيز الناتج القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية لمحافظة الجمهورية الليبية. ولقد قطعت محافظة الشرقية بالتعاون مع وزارة التجارة والتموين والتجارة الداخلية متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية خطوات جادة نحو تحسين المناخ التجاري وتعزيز الاستثمار من خلال عدة مشروعات تجارية ويسعى القائد مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في إنشاء وتنمية وتطوير المناطق التجارية واللوجستية والذي أثمر عن إقامة العديد من المشروعات الناجحة وجاري الانتهاء من شرعها بمشاركة القطاع الخاص ونتطلع لمزيد من التعاون بين المحافظة ووزارتكم الموقرة وفي إطلالة العديد من المشروعات الجديدة بإذن المولى عز وجل وفقنا الله جميعا لما فيه الخير للمصرية العزيزة تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلام عليكم ورحمة الله. الحضور الكريم في البداية أرحب بالسادة الحضور جميعا في هذه الفعالية التي تجسد الشراكة التنموية الجادرة والتعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص بصفة خاصة. يمثل ذلك نموذجا عمليا في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل كفريق واحد حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتحسين مستوى شريف فاروق لرعايته لهذه الفعالية المهمة والتي تتضمن مراسم توقيع عدد من البروتوكولات التي تمثل انطلاقة وخطوة جادة نحو تنفيذ عدد من المشروعات المميزة التي ستتم تنفيذ خطط واستراتيجيات محافظتي بني سويف الشرقية في مجال تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة والدفع بجهود التنمية المنشورة. السيد المهندس حازم عثماني محافظ الشرقية دكتور محمد جمال الدين منين محافظ بني سويف السادة الحضور تحياتي لكم جميعا بداية أتوجه لسيادتكم الشكر إلى وزارة التجارة والداخلية والتموين ممثلة في شخصكم معالي الوزير وبذلك أتوجه بالشكر للسيد محافظ الشرقية السيد المهندس حازم العشموني وهو على رأس المنظومة الإدارية في المحافظة يعني بما تليه المحافظة من مجهود دائم ومستدام للين على طول يعني هم بيسعونا دايما في كل